لقيته يا استاذ، يا استاذ لقيته. لسه برضه الاستاذ ملحك ما وصلش. شوف يا اخ، الاستاذ ملحك ده اصله ابن زواج وعضو في نادي الجزيره، والحملات اللي هنا مش واخده يعني. والله العظيم عارف. دورت عليه في جامعه الدول العربيه، في وزاره الخارجيه، في كل اللوكندات اللي حواليكم ما لقيتوش. انا مش ملقوم من هنا لما الشغل يخلص. يخلص بمدحت، بتامر، بسوسو، بالوزير، بالجن الازرق، مش ملقوم من هنا. بتهدى يا استاذ، اهدى شويه. مش عارف. زي ما انتم موظفين انا كمان موظف ومسؤول. 15 مليون مواطن في البلد اللي بقدم لهم خدمات. انا شغلي في كل حته، في البيوت، في الشركات، في المصانع. هنا يا جماعه زي ما بشوف مصالح الناس لازم حد يشوف مصالحي. انا مش طالب اكتر من حق، انا معتصم هنا لغايه ورقي ما يخلص. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انت فاكر نفسك فين يا جدع انت؟ اتفضل غور من هنا قبل ما اوديك في 60 داهيه. انت لو خلصت لي شغلي هتاخد ثواب اكتر. ربنا ما خلقناش عشان نصلي طول الوقت، لكن حدد كل حاجه وقتها. الصلاة اللي تعطل الشغل صلاة باطلة. ها؟ أنت كمان بتهاجم على الصلاة يا عدو الله؟ أنت إيه؟ ملتك إيه؟ ديانتك إيه؟ أنت كافر؟ أنت بأي حق بتفرلي؟ ما نحن مريضين من ملة دلوقتي، ولا أنت حتى بتغوش وخلاص. أنا بغلوش، أنا بغلوش. أنت بتسوقني؟ طب أنا بقى هوديك في داهية. صلاة العصر بتاعتك إن شاء الله هتكون في النيابة. دخولك السجن إن شاء الله يكون على إيديا. اعتداء على موظف أثناء تأديه عمله. البوليس. استولوا على المجمع. طب استنى استنى شويه. قول تاني قول تاني. كلام ايه ده بس يا سياده اللواء؟ استولوا على المجمع؟ ده المجمع فيه الحكومه والدوله كلها. غريبه. الواحد ما يهداش باله ولا نص ساعه في اليوم. مفيش خبر حلو يوصلني؟ موعود انا بالمصايب والحرايق
والسطو المسلح والارهاب. كان الله في العون يا معالي الباشا. الكل عارف يا فندم ان حمل سعادتك كتير. ايوه في وزراء غيري قاعدين في مكاتبهم بيسمعوا مزيكا وبيطلعوا في التلفزيون اكتر من المطربين. ما تنساش سعادتك يا باشا ان البلد كلها امانه في رقبتك. ايوه في رقبتي. بلغوا الامن المركزي وامن الدوله والمطافي وكل الاجهزه. عمرك يا سعاده الباشا. وفي ايام كده بتيجي ما يعلم بها الا ربنا. استاذ احنا بنسال وبعدين هنروح في رجلين ليه بس؟ احنا ورانا عيال عظيم تربيه. انا شاهد ثلاثه بالله العظيم ثلاثه. انا شاهد كان غصب عنك يعني يا ابني عشان ما توديش نفسك في دايره. خلاص ما بقاش ينفع ولا حتى الشهاده بتاعتك تنفع. الحكومه ما تعرفش حاجه اسمها غصب عني. خلاص وان شاء الله كده لحد فين؟ باب السجن ولا حبل المشنقه؟ انت بتحرص خالص. انت السبب في البلوه دي. السجن ولا مشنقه الحكايه دي لازم تكمل. هتكمل لوحدك يا ولد العم ولا محتاج حد معاك؟ وحد الله وخلي قلبك ابيض. انا معاك مش عليك. اذا كنت طهجان قراب انا طهجان 24. ليه؟ امرك يا سبع الرجال. سبحان الله الاحوال. قصر في الكلام. عايزين كمان كم واحده زي دي؟ وعزه الله ما فيه ولا واحده. الا اذا كنت حضرتك بقى تسمح لي انزل الدور التحتاني اجيب لك فيه. تحتاني؟ عشان تنزل وما تعودش تاني؟ فوت فوت. Thank you.
خلاص يا ولد العم، حصلت المداخل والمخارج كلها بأنابيب البوتاجاز وفي كل مطرح انت قلت عليه. خلاص طلقة واحدة في أي أنبوبة هتبقى ولا نار جهنم. اسمع يا بلدينا. اسمع ايه بس؟ هي أرواحنا لعبة في إيديكم، عايزين تحرقونا بالحياة. اكفي خشمك يا مسعد أفندي، أنت بالأخص ليك نارين، نار في الدنيا ونار في الآخرة. ده انت يا راجل لما بتردي السلام على حد بتقبض منه. بقول لك ايه؟ حرص قوي، خلي بالك على الاخر، اوعى الرصاصه تطلع غلط في اي انبوبه. ها؟ الانابيب دي هتكون اخر حاجه مش اول حاجه. اقف مكانك ولا خطوه زياده. انت مين؟ عدو ولا حبيب؟ حبيب، ثلاثة بالله العظيم حبيب، أنا معاكم حتى لو فيها موت، أي حاجة تنكد على الباشا سيادة اللواء أنا فيها، جوه مين؟ هي موتها واللط. أنت قاعد تشتغل مع أنهي لواء؟ اللواء عرعر. اللواء مين؟ عرعر. عرعر؟ ما المتجمع مليان لواءات زي الفل، ما التقتش إلا ده وتقع معاه، ده أنت معاك حق تعمل أي حاجة. سلموا سلاح أني ضمنه. تعال. خد لك موقع احمل مؤخره. وفين المؤخره دي سياده؟ مؤخره اكيد ورا. يلا أنا نازلة هربانة من الـ13. بعيد عنك بوليس الآداب قبضوا علي الظلم. قال إيه؟ أنا عضوة في شبكة، ده أنا أموت أموت لو اسمي ينزل في الجرايد. قولي بقى، مش عايزين متطوعات؟ إيه؟ متطوعات. ده حلاوة قوي وكملت قوي قوي قوي. متطوعات فين؟ برضه انت يا مغفل في اوروبا والدول المتقدمه. فين؟ بجد فين؟